عارف زي ايه مثلا؟ زي بنقول ايه لما نقول اب الاعتراف يعرف سر معين. لو سالته حتى كان بقى مره في المصور عندنا في مصر كان في واحد محكوم عليه بالاعدام كان مسيحي وبعدين بقى يقدم طعون كل شويه يقدم طعن يقدم طعن فاجلوها له اجلوها له وقعدوا لما غلبوا فيه يقدم مش عارف 19 طعن ولا ايه فاتضايقوا منه يعني. وبعدين في الاخر الروتين هناك في مصر انهم بيجيبوا قسيس ياخد اعترافه قبل ما يعدموه. فالقسيس دخل خد اعترافه وخرج من الاوضه. هو كده النيابه قال له بس اهو انت لسه سامع الاعتراف بتاعه، تعالى بقى قول لنا هو القاتل ولا لا، واحنا هنقبل كلامه. ما هو مغلبكم ومش عارفين يثبتوا عليه كل 19 مره يقابل طعن. فجابوا القسيس قالوا له هو القاتل ولا لا؟ قال لهم ما اعرفش. قال لسه سامع الاعتراف جوه. لكن قال لهم ما اعرفش. ما اعرفش يعني ايه؟ يعني هو سامع الاعتراف منه اذا كان قاتل ولا مش قاتل. لكن قال لهم ما اعرفش يعني لا اعرف معرفه ممكن ان ابيح بها. انا اعرف لكن كأب اعتراف لا يمكن ان ابيح بها فانا ما اعرفش. فهمتوا؟ يبقى اذا المسيح يقصد انه ما يقولش الساعه دي لغرض عنده. شوف التشبيه البسيط ده، قاله حكايه حلوه قوي. قال لك في اب، الاب ده لما جه يموت جمع اولاده، راجل فلاح يعني، وقال لهم يا اولادي في يوم من ايام السنه لو اشتغلتوا فيه بجد ونشاط جدا في الارض، الارض هتطلع لكم ثمر كتير جدا جدا جدا. وبعد ما الراجل اسلم الروح ومات. ما قالهمش اليوم ده قالهم في السنه. الاولاد قالوا لك الله. يبقى لازم نشتغل كل يوم عشان يطلع اليوم، احنا مش عارفين اليوم ده امتى. فبدأوا يشتغلوا طول السنه بجد ونشاط، اخر السنه جابت محصول الارض كتير قوي قوي. بس يبقى الراجل وصل للهدف بتاعه. فلو اشتغلوا كل يوم كويس ما مش عارفين اليوم وما قالهمش على اليوم. فالمسيح عارف هذا اليوم عشان كل واحد فينا يحاسب على نفسه. يتاني واجتهد ويحاسب على نفسه كل يوم كل يوم وفي الاخر هتخش السنه. ده انت بالطريقه بتاعت المسيح لانه ما قالكش على اليوم يوم القيامه. بالطريقه دي هتدخل السنه. لانك هتستعد وتحترس باستمرار باستمرار في الاخر تخش الارض تجيب صبر عظيم. فده الرد بتاع اثناس. يعني مثلا قال لهم كمان من ضمن، قال لهم في اسئله المسيح كان الله كان بيسالها في العهد القديم والله عارف الاجابه بتاعتها لكنه مش عاوز يعني هو اللي يرد، عاوز انت اللي ترد. ده مثلا لما يقول لهابيل لقايين يقول له يا قايين اين هابيل اخوك؟ بس وربنا مش عارف اين هابيل اخوك. وربنا مش عاوز يقول اين هابيل، ده ربنا بيقصد غلط معين من السؤال. يا قايين اين هابيل اخوك؟ ما هو عارف انه قتله. بدليل انه بعد كده لما قايين اتهرب وقال له احارس انا الاخر، قال له صوت دم هابيل صارخ الي من الارض. يعني انا سامع صوت دم هابيل بيصرخ من الارض. ملعون الارض بسبب. شوف ربنا لعن الارض كلها بسبب قايين، وقايين بينكر عشان ربنا بيساله سؤال استنكاري بيقول له اين هابيل اخوك؟ مش عاوز يرد بيقول له احارس انا لا مسؤول عن اخويا انا مالي. وربنا عارف الاجابه، بس عادي ربنا عارف الاجابه ومش عاوز يقولها ربنا، بيسال السؤال لغرض معين. زي لما يقول مثلا ادم اين انت؟ زي اللي بيقول لابراهيم يا ابراهيم اين صار امرأتك؟ وربنا ما عارف انها في الخباء وهو مستخبي في خيمه. لكن ربنا بيسأل سؤال لغرض معين. ده نفس بعض عشان كده المسيح اخفى علم الساعه دي عن التلاميذ ما رضاش يقول لهم عليه. طب مقتنعين ولا لا؟ انا بقول لكم زي المجمع. طيب بقى شوفوا آية تانية مهمة سألت عليها كمان آية. قال لك المسيح قال بنفسه عن نفسه ان ابي اعظم مني. بس ابي اعظم مني. انا والاب واحد. صحيح المسيح قال في حته ثانيه انا والاب واحد. مره قال لي فقد راى الاب. يعني جاب باب الايات كثيره دي مذكوره قبل كده وحكوا له انه نفس الاصحاح اللي اتذكر فيه كلمة أبي أعظم مني دي جابت أجابة المسيح دي على طول. قال والأنا والأب واحد. مرة قال أنا في الأب والأب فيا. يعني شوف شوف الآيات واضحة إزاي في نفس الأصحاح في نفس الآية الأصحاح اللي جاب فيه الآية بتاع أبي أعظم مني. أنا سمعت رد حلو كان رد الدكتور رايب عطا الله اللي هو الباكالوريوس ده على الحكاية دي. قال لك لو جبت الآية دي تشوف المسيح قال الآية دي إمتى وأنا بمناسبة إيه تلاقيه كان بيقولها في الجمعة الكبيرة عشان يعزي التلاميذ. يقول لهم إيه؟ لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني إيه؟ بأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. يبقى بيتكلم بصفته إيه دلوقتي؟ صفة الناسوت، يعني أنا وأنا في الجسد كده يبقى أبي أعظم مني، ده أنا ظاهر في شكل جسد قدامكم يعني اسلوبوني وهزقوني وكفوا عليا يبقى أبي أعظم مني.
لو كنتوا بتحبونا كنتوا بتفرحون بقى قصدي للاب لان ابي اعظم مني. يعني شوف المناسبه بتاع الايه. حتى الدكتور ايه بعض الناس قال لك الايه دي مش المسيح مش بيتكلم على لاهوته، لازم يشيلوها من النقاش خالص، لا تدخل في النقاش بتاع لاهوت المسيح. ده المسيح بيقولها بغلط معين انه بيعز التلاميذ قبل ما ياخدوه للصف. طيب المسيح قال بقى ايات كتير خالص تقول على انه هو مساوي، زي لما يقول ايه مثلا يكون فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا الذي وهو في صوره الاب في صوره الله لم يحسب قسدا ان يكون معادلا لله، ولكنه وضع نفسه اخلى نفسه واخذ صوره عبد غيرا في شبه الناس. يبقى هي كل الايات اللي كان بيستند عليها ابيوس كان اساس الاستناد ايه؟ ان المسيح اله كامل وانسان كامل. خلي بالكم احنا جاي المسيح اله كامل وانسان كامل، يعني المسيح والطبيعتين طبيعه جسديه وطبيعه الهيه والطبيعتين اتحدوا مع بعض فبقى اسمه الله المتأنس اللي بيشمل الطبيعتين. يقدر المسيح يتكلم بصفته انسان ويتكلم بصفته العبد زي ما اقول ايه مثلا؟ لا لما اقول انا مريض، يعني ايه انا مريض؟ يعني المريض فيا ايه؟ جسد. تمام؟ انت انا بتكلم بصفتي ايه؟ بصفه الجسد، لان انا انسان، انا مكون من جسد وروح، جسد ونفس الاثنين مع بعض. اقدر اتكلم بصفه الناسوت واقدر اتكلم بصفه الروح. اقول مثلا انا مريض يبقى انا لازم اتكلم بصفه الجسد. طب لما اقول انا متكبر يبقى انا بتكلم بصفه ايه؟ الروح، لان الروح هي المتكبره، الجسد ما بيتكبرش. اذا انا في امكاني اتكلم بره بصفه الجسد وبره بصفه الروح. فالايات اللي استند عليها ابيوس هي الايات اللي المسيح فيها مره يتكلم بصفه الجسد ومره يتكلم بصفه، مره يقول انا عطشان انا جعان، مره تعب اخيرا وجلس على البير، يقول لك ازاي الله يتعب؟ ما هو بيتكلم بصفته انسان، هو كانسان يقدر يتعب ويعطش ويجوع وكل حاجه. ما كان الخطيه واحده. يبقى اذا خلي بالك من الفكره دي ان ابيوس كان بيستند على الايات اللي المسيح بيظهر فيها نسوته. وعاوز يستند كده يطلع من كده النتيجه بان المسيح مش الله، لا، لم كل الايات المسيح قال عن نفسه. ما تجيبش بس الايه بتاع ابي اعظم مني، حط كل الايات المسيح قال فيها عن نفسه. بنفس الاصحاح اللي قال فيه ابي اعظم مني قال انا والاب واحد، من رآني فقد رأى الاب، انا في الاب والاب فيا. كل الايات دي. اهو الايه اللي بنتكلم عنها ده لم يحسب خمسة ان يكون معادلا لله، لكنه وضع نفسه باختياره. يعني المسيح باختياره وضع نفسه واخذ صوره العبد. وما في شبه الناس. طيب اسمع هاي جديدة. أريوس قال لهم إن المسيح بيقول عن نفسه. ده مرة الآية دي كان مرة كنا إبراهيم عطية بتاع كنيسة الأمبراطورية زمان وإحنا كنا شباب صغيرين في الكنيسة. أبونا إبراهيم عطية ده كان راجل مشهور وقتها، كان مدير الكلية الإكليركية يعني في أيامه. فأبونا إبراهيم عطية ده مرة في الوعظة قال حكاية حلوة أنا فاكرها وأنا كنت شماس يعني كنت ثانوي كده. بيقول أبونا إبراهيم اللي بيحكي بيقول أنا كنت رايح أسيوط أوعظ، كان عنده وعظة في أسيوط يعني، فبيقول راكب قطر الصعيد وبعدين بيقول أنا ماشي كده في الطرق بدور على يعني صالون يكون في كرسي فاضي في درجة تانية، القطر كان زحمة. فبيقول كل صالون ببص فيه من الإزاز كده يعني عشان أشوف حتة فاضية ولا حاجة. فبيقول ببص في الصالون من ضمن لقيت قسيس وبقيت الصالون كله شيوخ وزانين قسيس في الوسط. فهو بص كده لقى الشيوخ مالين الصالون كله بس في قسيس في الصف. فبيقول انا مشيت القسيس لمح ان في قسيس عدى عليه. انا هقول هقول الحق تعالى هقول تعالى رجع له تاني قال تعالى كنت ربنا بعتك يخش يقعد هناك في الصف. قعدوا قاعدين هم زانقينه في ايه والقسيس مش عارف يرد عليه اللي هي الآية دي اللي زادوا فيها اللي قالوا جايبها الأساسي دي. اسمع الآية اللي حولها لك بيقول المسيح قال عن نفسه، يعني بيقولوا لما المسيح يشهد عن نفسه إنه مش الله ده مش شهادة أكتر من كده. أنت عمالين تقولوا المسيح الله 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 بيجيبوا إثباتات. طب لو المسيح شهد عن نفسه إنه مش الله مش دي تبقى أحسن شهادة بقى يعني في صف أريوس؟ طب اسمع الآية اللي جابها له إيه؟ يقول لك ان في شاب تقدم للمسيح وسجد امامه وقال له ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ المسيح قال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس احد صالح الا واحد وهو الله. اولا المسيح لما بيقول لماذا تدعوني صالحا؟ ليس احد صالح الا واحد وهو الله. المسيح اسمه المعلم الصالح.
واطلع على المسيح ادى نفسه لقب المعلم الصالح. مين يقول مره المسيح قال عن نفسه ان هو صالح؟ انا هو الراعي الصالح. المسيح شاف. طب مين يجيب مره المسيح قال عن نفسه انه معلم؟ المسيح قال لهم انتم تدعونني معلما وربا وحسنا تقولون لاني انا ذلك. فالمسيح المعلم الصالح مش تمام؟ امال ليه بينفع نفسه؟ هل هو بينفع نفسه واخد اهلي ولا لا؟ المسيح بيسال الشاب الغني، اصل كلمه المعلم الصالح دي لما تقع على الكتف. فالراجل الشاب الغني ده جاي عاوز يعني يحترم المسيح اكبر احترام، يقوم يديله لقب ايه؟ لقب الكتف. يقول له ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لنفسي حالا بديه؟ المسيح قال لي ماذا تدعوني صالحا؟ انت بتسميني يعني على طريقه الكتف بتوعكم؟ مش عاوز اللقب ده. الآية بتاعة المزمور بتقول ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. هل تؤمن إن أنا الله؟ ولا أنت بتسميني زي ما بيسموا كتبة؟ بس يعني إيمانك فيا إيه؟ إيمانك فيا إن أنا زي الكتبة ولا أنا ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله؟ هل تؤمن إن أنا الله؟ اللي المزمور إداله لقب صالح؟ بس إذا كنت تؤمن إن أنا الله يبقى لك درست الحالة دي. وبيسأل بيقول له عاوز أدرس الحالة دي. قال له لازم أول أدرس الحالة دي تؤمن إن أنا الله اللي بكلمك. بس قال لي تفسير الآية. طيب جاب له آية تانية أريس. قال له المسيح على الصليب يقول إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إيه مين يقول لنا إيه رد الآية دي؟ نعم؟ النسور بيكلم اللاهوت. طب كويس. والآخر يقول المزمور. طب كويس. مين يقول رد تاني؟ المزمور 22 يبتدئ بالآية دي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وبعد كده بيتكلم على كل خطوات الصلب بتاع المسيح. ثقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي ألف خرعة. فالمسيح بيقول لهم المزمور اقروا المزمور 22 ما تحافظون المزامير. المزمور ده بيقول أولها إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وبعدين بيقول ثقبوا يدي ورجلي مش على داود النبي، لأن داود النبي ما ثقبوش إيديه ورجليه. داود النبي مات خطط ربنا على السرير وكان سليمان ابن واقف جنبه. إذا لما داود بيقول ثقبوا يدي ورجلي عايدة على مين؟ عايدة على المسيح اللي اتعمى على الصليب، اللي ثقبوا يديه ورجليه وعلى لباسه ألف قرع. إذا كل المزمور ده بيتكلم على المسيح مش على داود النبي. فالمسيح بيقول لهم يعني ارجعوا للمزمور اللي أوله إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وأنتم تقولوا تتقابلوا بيا ولا نتعمى على الصليب إن أنا الله ظهر في الجسد. وبعدين المسيح لما كان المسيح بيقول إلهي إلهي كان بيتكلم الكلمة دي نيابة عن كل البشرية. لأن يعني المسيح كان بينوب عن البشرية وهو على الصليب. فبيقول إلهي إلهي لماذا تركتني؟ بس نعم. طيب يعني ده النداء بتاع المسيح ده بتاع إلهي إلهي ده نيابة عن كل البشرية، لأن المسيح كان نايب عن البشر وهو معلق على الصليب. طيب جاب له آية برضه تشبهه. قال المسيح قال لمريم لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. أولا لما المسيح يقول أبي وأبيكم ليه فصل أبي من أبيكم؟ ليه طب ما قالش أبينا بالجمع؟ مش كده تنفع؟ طب لما يقول أبي وأبيكم إلهي وإلهكم كان يقول أبينا بالمجموع كله. إذا في فرق ما بين بنوته هو لله الآب وبنوة الناس لله الآب. عشان كده أبي وأبيكم أنا حاجة وأنت حاجة. أصل المسيح هو الابن الوحيد للآب لأنه من طبعته ومن جوهره. عشان كده يقول لك الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خطر الابن الوحيد. هكذا احب الله العالم حتى بذل ايه؟ ابنه الوحيد. شوف بيحطوا لقب الوحيد. يعني لان المسيح بنوته لله الاب وحيده، ما فيش حد تاني غيره من جوهر الله الاب. لكن احنا بنويتنا بنويه تشريفيه. يعني قال جميع الذين امنوا به اعطاهم ان يصيروا سلطانا ان يصيروا اولاد الله. فاحنا كلنا اسمنا اولاد الله، بس تشريف من ربنا. يعني ربنا شرفنا عملنا اولاد. لكن بنوية المسيح من الله الآب غير بنوية نحن من الله الآب. عشان كده قال أبي وأبيكم إلهي وإلهكم. طب إلهي وإلهكم دي لو تسمع الآية دي اللي قالها داود النبي في المزمور. قال كرسيك يا الله إلى ظهر الظهر قضيب الاستقامة قضيب ملكك لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم لذلك مسحك الله إلهك. لذلك مسحك الله إلهك. يبقى داود النبي إدى لله الآب لقب الله وللابن لقب الله. خلي بالكم من الفكره دي. الله الاب والله الابن والله الروح القدس. فداود النبي بيقول لذلك مسحك الله الهك بدون الباب اكثر من افضل من كل المخلوقات. مسحك الله الهك مش
شوف ازاي؟ يبقى اله وإلهكم دي فهمتوها معناها ايه؟ يبقى المسيح له لقب اله زي الله الاب بالظبط. طيب ننتقل لآية تانية. أليس بقى جاب له آية من رسالة معلمنا بولس الرسول أصحاح 15 اللي كانت فيها على نهاية العالم وعلى اليوم القيامة يعني. فبيقول إن أليس بيقول إن بولس الرسول بيقول حينئذ الابن نفسه يخضع للذي أخضع له الكل كي يصير الله الكل في الكل. يا رأي في الآية دي الابن نفسه يخضع للذي أخضع له الكل كي يصير الله الكل في الكل. طيب كمل قول يعني فكر تاني إذا أطاعوا في الخلاص نفذ الخلاص أصبح الكل في الخلاص مع الآب ككل. بس كلمة يخضع يعني الابن يخضع للآب يعني إيه؟ أطاع حتى الموت موت الكل. طيب كويس. طب شوفوا الرد عليه سلاسل سألوا إيه؟ قال لك الثلاث أقاليم كانت مشتركة في عملية الفداء. الثلاث أقاليم كانوا مشتركين في عملية الفداء. الفداء ده ينتهي لغاية إمتى؟ اللي هو الرحمة. ما هو الفداء يعني الله ظهر في شكل المسيح عشان يقوم بعمل معين اللي هو عمل الفداء اللي هو عمل الرحمة. اللي هي المدة اللي المسيح تجسد فيها على الأرض وفي آخرها اتصرف وفدى البشرية. يبقى إذا الله ظهر في المسيح عشان خاطر يتصلب على الصليب. ده اسمه عمل الرحمة. ده سميناه أكرم الإبن أو أكرم الرحمة. الرحمة دي على طول ولا محدودة؟ قال لك محدودة. محدودة ليه؟ لأن رحمة الله بالصليب لما المسيح صلب على الصليب وفدانا. العمل بتاع الصليب ده هينتهي يوم القيامة. لأن بعد يوم القيامة مفيش رحمة خلاص، الحكم هو بالعدل بقى خلاص، لا رحمة لمن لم يعمل الرحمة. اللي ملوش رحمة هنا في الأرض في الجسد قبل ما يموت مش هيلاقي رحمة فوق خلاص، أمال فوق في إيه؟ في العدل. العدل هو أكرمة الآن، يبتدي بقى إيه؟ عمل العدل. يبقى إذا الرحمة ليها محددة بمدة اللي هي مدة تجسد المسيح على الأرض وعمله الفدائي وبعد كده يسلم الملك لله الآب. مش تمام؟ بعد ما يخلص عمله الفدائي يسلم الملك لله الآب فيصير الله الكل في الكل. يعني الله الثلاث أقاليم اشتركوا في عملية الفداء. وبعدين عشان ربنا يعزي أولاده عشان ربنا يفهمنا يعني إيه الآب والابن إنهم مش آلهة منفصلة من بعضها لا إله واحد وبيظهر بثلاث أشكال. ان اللي قام بعمل الرحمه وانصلب على الصليب هو المسيح هو اللي هيحكم علينا يوم الدينونه. مش تمام؟ الكتاب قال لك اعطى الحكم كله للابن. اذا الحكم كله لمين؟ للابن. يبقى مين اللي هيحكم يوم الدينونه؟ مين اللي هيحاكمنا يوم الدينونه؟ المسيح برضه. شفت ازاي؟ يبقى المسيح اللي قام بعمل الفداء هو اللي هيحاكمنا في يوم الدينونه. بس عمل الفداء ينتهي عمل الرحمه المجانيه دي اللي هي غفران الخطيه مجانا لاي انسان يطلبها تنتهي يوم القيامة خلاص. بعد كده انتهى عمل الرحمة. يبتدئ بقى النفس ذات الطفل التموم. تبتدي ربنا بقى يطالب كل واحد بعمل جديد. بس ادي الآية معناها كده. يخضع الابن لله الآب يعني يسلم الملك كله لله الآب في يوم القيامة. يقول له خلاص أنا نهيت العمل بتاعي اللي أنت أرسلتني من أجله إن أنا تجسدت وصلت على الصليب وخلصت الناس. خلصت العمل بتاعي. فيسلم الملك لله الآب. خلاص يبقى إذا الابن نفسه يخضع الذي أخضع له الكل كي يصير الله الكل في الكل. يبقى الله هو الآب العمل كله بتاع الدنيا. لاحظوا إن دايما كان الثلاث أخرين يشتركوا في كل العمليات المهمة. يعني يقول مثلا المسيح تجسد اللي تجسد المسيح لكن الثلاث أخرين اشتركوا في عملية التجسد. يعني اسمع الملاك لما جه بشر على عبر الله إيه؟ قال لها الروح القدس يحل علي. قال الروح القدس وقوة العلي تظلله العلي اللي هو الآب. لذلك القدوس المولود منك. شفت ازاي جاب الثلاث اخرين ازاي في التجسد؟ الروح القدس يحل عليك. وبعدين وقوة العلي تصلبك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. او ده المقلوب الثاني. الثلاث اخرين اشتركوا في عملية الفداء. وخلي بالك لما تقول ان المسيح هو اللي او الله هو اللي فدانا في صورة المسيح وبعدين الله هو اللي هيحكم علينا في يوم القيامة في صورة المسيح برضه حاجة ما تستغربناش. يعني انا لما اقول لك ايه مثلا لما اقول لك انا حليت المسألة بعقلي مين اللي حل المسألة؟ انا اللي حليت المسألة بس حليتها بعقلي.
يعني الاستخدام عام. فلما نقول الله فدى البشريه بالمسيح، شوف خد بالك، يبقى الله فدى البشريه بالمسيح اللي هو عقل الله. زي ما نقول مثلا جمال عبد الناصر كان يشمل رئيس جمهوريه وكان رئيس الاتحاد الاشتراكي مثلا او الاتحاد القومي وقتها. لما يطبع الورقه كده يقول انا رئيس الاتحاد الاشتراكي له حق التوقيع باسم رئيس، ويقدر يطبع على ورقه ثانيه باسم رئيس الجمهوريه جمال عبد الناصر، يبقى يشمل صفتين في شخص واحد، ويقدر يستخدم الصفه الاولى او الصفه الثانيه حسب الوقت اللي هو عاوزه. فالله بيظهر في شكل المسيح، في شكل الله الآب، في شكل الروح القدس. الله الواحد وهو مش ثلاثه ولا حاجه. طيب نجيب آية ثانية. أريوس مثلا بيجاب له آية، قال له المسيح بيقول عن نفسه إن من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من كذب على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا الدهر ولا في الدهر الآن. يعني عاوز يقول إن المسيح أقل درجة من الروح القدس، لأنه قال عن نفسه من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من كذب على الروح القدس لن يغفر له، لا في هذا الدهر ولا في الدهر الآن. طب إيه معناه؟ معروفة؟ طب ولا لأن الروح القدس هو اللي بيبكر على خطيئة. كويس. فإذا أنكر الإنسان روح القدس فلن تغفر له. طب وإزاي ما قالش كلمة على ابن الإنسان يغفر له؟ لأن من أراد أن يعتمد ابن الإنسان هو الذي قام بالخلاص، فكل الأشياء هو نفسه اللي بتتم غفر كل الخطايا اللي كان هو على الصليب. طيب أنا عاوز أقول إن كل خطية تغفر لأصحابها إلا خطية لا يتوب عليها. طيب شوف أثناس كما رد عليه رد ثاني، قال له لما تشوف الآية اللي اتقالت إمتى؟ اتقالت في شفاء الرجل المجنون الأعمى الأخر. فالمسيح اخرج منه الشيطان. اما اليهود اللي واقفين الكتب والفريسيين قالوا انهم بعد ذهب رؤوس الشياطين. اما المسيح قال لهم الايه دي، قال لهم من قال كلمه على ابن الانسان يغفر له. يعني مسموح لك انك تقول كلمه على ابن الانسان، لان ابن الانسان في شكل المهين دلوقتي الضعيف قدامكم. يعني المسيح في شكل المسيح، الله في شكل المسيح ضعيف قدامكم. والكتب والفريسيين بيتامروا عليه وبيشطروا عليه. فالمسيح دلوقتي ما قال كلمة على ابن الإنسان يسامح ليه؟ لأنه معذور، شايف المسيح في الجسد في الضعف. قال من جدف على الروح القدس، وأنتوا عارفينها يا يهود إن روح الله كان بيرف على وجه المياه يرسل روحه فيخلق ويجدد وجه الأرض. يعني روح الله اللي بيخلق العالم ده ويجدد وجه، اللي يقول بقى كلمة تجديف على الروح القدس وأنتوا عارفينها في الكتاب المقدس في العهد القديم، لا يغفر له لا في هذا الدار ولا الدار ده، لأن لما قالوا عليه إن الروح اللي فيه دار الشياطين مش الله. فهمتوا الآية؟ طيب نجيب آية كمان بقى. طيب أريوس جاب له آية ثانية. قبل أنتم مبسوطين ولا متضايقين عشان نخلص؟ طيب اسمعوا لغاية الآخر برضه. أريوس جاب له آية ثانية، قال له بيقول لك وظهر ملاك يقويه. وظهر له ملاك من السماء يقويه. إزاي يقويه؟ ظهر له ملاك من السماء يقويه. مين يرد على الآية دي؟ أثناسيوس قال له الآن، قال له كلمة ملاك يعني إيه؟ ملاك يعني خدام، خادم، مش كلها أرواح مرسلة للخدمة لأجل العابدين أن يرسل خلاص، فالملاك ده خادم، فالملاك خادم بيعرض خدماته يعني بيقول له أنا مستعد أعمل أي طلب تطلبه، بس هو الملاك ما قواهوش، قال ليه قويه، لكن ما قواهوش فعلا، يعني مش قال إن الملاك قواه، لا الملاك كان واقف بيعرض خدماته بيقول له تحت امرك امر زي ما انت عاوز. والمسيح قال انا استطيع ان اقف وانزل جيش من السماء من ملائكه يهلك الساكنين على وجه الارض، كلمه واحده بس اهلك الساكنين على وجه الارض. لكن مش هتقول كيف تتم الكتب، فالملاك يقول له انا تحت امرك، ظهر الملاك يقول له انا تحت امرك. مش عاوز تقول لي اي حاجه، عاوز اهلك الساكنين على وجه الارض انا مستعد. لكن المسيح ما رضاش. بس ادي تفسير الايه. عارف كلمة مقوية يعني ايه؟ يعني يقول لك القوة ولك المجد ولك البركة والعزة يا عمانوئيل إلهنا اللي احنا بنقول انت بتاع اسبوع الآلاف دي. الملاك يقويه يعني يقول لك القوة والمجد، يعني انك انت ممجد في السماء وفي الأرض، وأنا خدام من خدامينك تحت أمرك، أنا ظهرت لك أهو قدام عشان أوريهم. الملاك واقف يقول له تحت أمرك أقف، أنت عاوز تهلك العالم أهلك. بس أدي معنى الآية. طيب اسمع آخر آية، يلا آية 11. هو لسه فيه كمان ثلاث ايات بس يعني ضعاف، يعني ما يستحقوش ان احنا نتعصب. الآية 11 اسمعها بتقول ايه؟ بيقول لك ان اريوس قال له ان
أم ابني زبدي تقول يا رب أطلب أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. أما المسيح قال لهم أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للناس أعطيها له من قبل أبي. طب أنا شفت بقى إمام المسيح عنده السلطان، ده السلطان من قبل أبي. مين يرد على الآية دي؟ الرد بتاع الآية رد سهل، لأنه قال له إن المسيح له السلطان، مش هو بيقول لك ليس لي سلطان أن أعطيه إلا الذي أعطي له من قبل أبي. المسيح له السلطان، لأن المسيح له دين العالم. المسيح له دين العالم. شوف اسمع الآية اللي قالها بولس الرسول دي تفسر لك الآية دي. بولس قال لك جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان وأخيرا بضع لي في البر الذي سيهب لي الرب الديان العادل. خلاص؟ الرب الديان العادل، اللي بيتكلم دلوقتي ان ربنا ده اللي ليه سلطان الدينونه، الديان العادل. ليس لي فقط بل لجميع ايضا الذين يحبون ظهوره ايضا. ظهور مين؟ مين اللي هيظهر في القيامه؟ المسيح ولا الله الاب؟ المسيح. يبقى اذا الديان العادل هو المسيح، هو اللي هيظهر في القيامه، هيظهر للعالم كله. شوف ازاي؟ ان ربنا الديان العادل هيعطيني اكليل البر ده او اكليل العدل. ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. ظهوره في المجيء الثاني. يبقى اذا الديان العادل هو اللي هيأتي في المجيء الثاني هو المسيح. بس خلاص الحل مش كده. طيب احنا نكمل بقى. بيقول لك بقى بعد كده اجتمعوا في المجمع، جه الامبراطور، لان الامبراطور كان مش بيحضر كل الايام لان طبعا 24 يوم. فلما خلصوا النقاش خالص جه الامبراطور بنفسه عشان يشوف ختام النقاش ايه. فكل اللاعبين اقروا انهم موافقين على كلام اثلاثس وان كل الكلام اللي قالوا صح وكل الهطقه اللي جابها قالوا دي هطقه. تجديف على الابن. فعلى ذلك ابتدوا عاوزين يعني يطلعوا بنتيجه. الامبراطور قال لهم بقى شوفوا لكم طريقه هتحكموا ازاي عليه. فعشان يطلعوا الطريقه دي ابتدوا يجيبوا قلب ساعه يقولوا له اسمع احنا هنحط قانون الايمان اللي كتبه اثلاثس. قالوا له هنكتب فيه مثلا كلمه ان المسيح من الله. توافق عليه ولا ما توافقش؟ فيقول لك كان الاريسيين دول كل شويه بيجتمعوا ويقعدوا يتوشوشوا يعني موافق ولا ما نوافقش؟ والامبراطور عاوزهم يتفقوا مع حاجه عشان بدل ما يحرموه يتفقوا على حاجه يشوف هو هيتلاعب ولا هيخبط. فبيتفقوا يقولوا قالوا اه نقول اه موافقين لان طب احنا كمان من الله والبشر دول كمان من الله. ايه يعني؟ قالوا من قاعدين اقترحوا قالوا طيب نحط كمان في قانون الايمان نص تاني يقول ان المسيح ان الابن ليس مخلوقا بل هو قوة الله وحكمته وصورته وأنه من الله حقا. يعني كانوا يقترحوا الأسقف يعني قالوا حطوا ده نص في قانون الإيمان إنه ليس مخلوقا بل هو قوة الآب وحكمته وصورته وأنه من الله حقا. قام الأريسيين قعدوا يوشوشوا بعض شوية يتداولوا قالوا موافقين اكتبوا كده. طب ما احنا كمان صورة الله. قال لك إن في كورنثوس الأولى بيقول لأننا نحن البشر نضع صورة الله ومجد الله. برضه مش حاجة اكتبوها برضه في قانون الإيمان. الله يعني شوف التلاعب. يعني هم عاوزين يجيبوا صيغة هم تبقى توافق على الفكرة اللي في مخهم وترضي المجموعة اللي قاعدة. فأثلاثس بقى اقترح بقى مهم قوي. قال لهم لا احنا هنقول مساوي للآب في الجوهر. كلمة مساوي للآب في الجوهر دي أو واحد مع الآب في الجوهر. كلمة مساوي للآب في الجوهر باليوناني يعني هوموسيوم باليوناني. انا حنيت النص ده يقول ان الاب مساوي للاب في الجوهر هوموسيوم. فاجتمعوا الجماعه دول بتوع الاريسيين وقالوا لا احنا ما نقولش مساوي للاب في الجوهر، نقول مشابه للاب في الجوهر. مشابه. وقال لك فرق مساوي من مشابه في اليوناني حرف يوتا بس. فيبقى هوموي اوسيون. يعني لو قلتها هوموي اوسيون تبقى مشابه. فحطوا كلمه مشابه للاب في الجوهر بلاش مساوي للاب في الجوهر. فثبت قدام المجمع انهم متلاعبين وعاملين يتلاعبوا في النتيجه. فالامبراطور والاسقف اللي موجودين كلهم اصدروا الحرب على اريوس والامبراطور امر بنفيه وحط جميع كتبه واعدام اي انسان يتصدر على كتاب لاريوس. شوف العظمه بقى بتاع الامبراطور. شوف الامبراطور ده واضح ازاي يعني بيستعمل السيف اللي معاه استعمال صحيح في محله. الاسقف الاول امره بحكم مبهرطقته وقالوا ده يبقى محروم فيحرم أريوس وكل من يقول بشعر. والامبراطور امر بنفيه
وحرق واعدام اي انسان يتسطر على كتاب الاندلس، يعني اي انسان يظبط ان اتحوزته كتاب من كتب اندلس يعدم. شوف يعدم، يعني كان حكم فاصل يعني. وفعلا تم الموضوع ده وانفضت موضوع اندلس ده في 24 يوم. وبعد كده تم المجمع برضه منعقد، طلع 20 قرار بعد كده بعض مشاكل معلقه. وضمن المشاكل دي مثلا قال لك ان احنا العالم كله لازم يعيد يوم عيد قيامه واحد. فقالوا احنا كان ساعتها الأنبا ديمتروس طلع نظام الكارما ده اللي هو حساب الكارما اللي كنا مره شرحناه ده. فالمجمع كله وقع على حساب الكارما وقال لك كل العالم يعيد في عيد القيامه اللي حسبه الأنبا سلاسل الأنبا او الأنبا ايه؟ ديمتروس. ويكون بابا اسكندريه هو اللي مسؤول عن تحديد يوم عيد القيامه للعالم كله. ويحدده قبلها سنه، يعني يقول السنه الجايه هيبقى عيد القيامه يوم كذا. وفي عيد القيامه البابا بتاع اسكندريه يرسل رساله فصحيه تقرا في جميع كنائس العالم. يعني بابا اسكندرية ده يكتب رسالة تصحية يهني فيها ويشرح فيها صلب المسيح وقيامته وتقرأ في جميع كنائس العالم، وهو اللي يحدد يوم عيد القيامة لكنائس العالم كله. وكمان مثلا من ضمن القوانين اللي طلعوها العشرين قانون قال لك ان يجب ان كل الكهنة اللي بيخدموا في وسط العالم يتجوزوا، يكونوا متجوزين. لان اللي طلع الفكرة دي كان المطرب بتاع الأقصر، اسقف الأقصر. اسقف الأقصر ده كان راجل مجهول، لكن قال لك ان انا شايف ان لازم الكهنه اللي بيخدموا في وسط العالم ما يبقاش عليهم عبئين، عبء الخدمه ده عبء المسؤوليه، لا كلهم لازم يتجوزوا لانهم بيخشوا في وسط العائلات بيخدموا في وسط العائلات. وعلى ذلك صدر قرار بكده، بس كنيسه روما ما خدتش بيه، وجايه كنيسه روما تاخد بالقرار ده دلوقتي في القرن العشرين. تعرفين المجمع الفاتيكاني اللي اتعقد في روما اقروا فيه ان اللي عاوز يتجوز من الاسس الكاثوليكي يتجوز في القرن العشرين. بعد 20 قرن مخالفين القانون ده وبعدين اعترفوا بيه في القرن العشرين، قالوا اللي عاوز يتجوز من الاسس الكاثوليكي يتجوز. يعني ثبت ان ساعات بيحصل انحرافات وتبقى انحرافات فيها عصر كبير للشعب. انا فاكر حتى كان عندنا في المنصوره كان المير بتاع كنيسه بتاع مدرسه سان فامين، كنت انا بروح يعني ادي زايدين او اقطع اعترافات لاولاد المسيحيين الارثوذكس اللي هناك. فالمير دي لما قعدت معاه وقعدت تحكي قالت ده انا ابويا قسيس في الشام، وجابت له صورته وقالت ان صورته كده هو لابس اللبس الكهنوتي بتاع الصلاه يا عم، اصل المارون بطريقتنا تقريبا كده اللبس الكهنوتي زينا كده. فقالت ابويا قسيس واحنا سبع بنات، تخلي سبع بنات وسبع طلعوا رهبان، فالسبع طلعوا كلهم رهبان يعني. فده ده قرار من ضمن قرارات مجمع نخيا من ضمن 20 قرار قال ان الاسس العلمانيه كلهم يتجوزوا. طلع قرار تاني مثلا يخص ان كان ادينا سقف في مصر في الصعيد، منهم واحد كان راجل مشاكس وكان اصله اجنوسي وبعدين رجع التاب تاني وكان بشكل البطرك اللي هو الانبا اثناسيوس، وانعزل وعمل له زي كنيسه منفصله كده وابتدى يرسم اسقف ورسم له 30 اسقف وداهم بلاد سوريا ومش عارف ايه، حكموا بحربه. وال 30 اسقف دول اللي يحب البطرك الانبا اثناسيوس يعيد رسمهم مره ثانيه يبقوا اسقف، واللي ما يحبش يعيد رسمهم يبقوا ممنوعين من الكانون. وان الاسقف اللي صار على الانبا اثناسيوس ده يحدد اقامته في بلده بامر الامبراطور ويعزل من جميع الوظائف الكانونيه. في طلعوا قرارات ايه ثاني مثلا؟ يعني دي اهم يمكن القرارات اللي معموديه الهرطقه، هل يا ترى صحيحة ولا غير صحيحة؟ قالت إذا كانت تكون إذا كان العمد بيكون كاهن ما هوش أرثوذكسي يعني مش أريوسي تبقى معمودية صحيحة وإلا تبطل المعمودية. بعد كده بقى اتحرم أريوس، وأخت الإمبراطور قسطنطين أخته بقى ابتدت تشتغل، أنت عارف بقى الستات بقى يعني عاوزين يشوفوا بقى فرصة يشتغل. فأخت الإمبراطور قسطنطين كانت بتعترف على أساس أريوسي، فكانت مشبعه بالفكره الاريوسيه، فتنتها تلح على الامبراطور يطلق سراح اريوس ويرجعه تاني. من كتر الحاح الاخت الامبراطور على الامبراطور وافق انه يرجعه من نافي. فرجع اريوس من نافي وراح اسكندريه عاوز يعني ياخد مركزه في الكنيسه تاني، طبعا مركزه اتطردوا من مصر كلها. فرجع للامبراطور وراح جاب اثنين اسخفه يتوسطوا له عند الامبراطور ويقول للامبراطور انا مظلوم، ده انا بعترف بنفس الامانه اللي قالها مجمع نخيا، نفس الامانه دي قانون الايمان اللي عبر اثناسيوس انا كمان بعترف بيه. قام الامبراطور بسلامته قال له طيب ببساطته يعني
قال له طب اكتب اكتب الامانه دي بايدك واحلف عليها انك موافق على الامانه. قال له طيب كورا وانا مكتب الامانه بتاعت اثلاثس نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل وقال كل الامانه اللي كتبها اثلاثس وحلف عليها انه يؤمن بهذه الامانه وانه ما كانش يؤمن باي ايمان تاني غير كده. وبعدين كان حاطط في جيبه ورقه ثانيه مكتوب فيها القانون الايمان المحرف بتاعهم. قال كان بيحلف على القانون المحطوط في جيبه مش بيحلف على الورقه دي. شوف التلاعب قد ايه. الامبراطور من سلامة نيته قال له خلاص ما دام حلفت كده وانت موقع بنفسك وكاتب بنفسك الامانه. قام كتب جواب للبطرك بتاع القسطنطينيه وكان راجل كبير في السن. قال له يعني اقبله في الكنيسه عندك. البطرك بعت الامبراطور قال له لا يمكن اقبله في الكنيسه ده محروم. من فم الاب والابن والروح القدس ومن فم المجمع كله 318. فالامبراطور قال له ازاي انا قلت لازم تقبله؟ انا بعترف امامي بالامانه الصحيحه. والامبراطور راح محدد يوم قال له يوم كذا لازم تقبله. حدد يوم طبعا الامبراطور بقى اللي يتكلم. قال له يوم كذا لازم تقبله عندك في الكنيسه. يخش الكنيسه عندك ويقبل كأسيس. فالمطران قاعد يعيط ومش عارف يتصرف ازاي ومش قادر ياخد قدام الامبراطور وده الامبراطور بيقبل. فيقول لك الاسقف ده راح على الكنيسه هو راجل عجوز. راح الكنيسه وقعد يعيط للمسيح ويقول له انت صار في كنيستك انا اللي حامل على كنيستك وانت موجود. وقفل الكنيسه وخد المفتاح وراح البيت. وقعد يبقى يعمل اللي عاوز يعمله الامبراطور. ففي اليوم اللي الامبراطور اصدر فيه القرار بتاعه ان لازم تخش الكنيسه وتبقى اسقف بالامر كده كان اتباعه بقى فرحانين قوي واخدينه ويتلفوا في شوارع القسطنطينيه قال بيهللوا ان يعني خلاص اتسامح وبقى كويس وهيخش الكنيسه بكره. فهم بيلفوا في الشوارع كده طلب ان يدخل يقضي الحاجه فدخل مرحاض يقضي الحاجه فاتاخر فدخلوا عليه في المرحاض ده وميت في المرحاض ومصاريره بيقول لك طالعه ما اعرفش بقى طالعه من فوق ولا طالعه ايه. بس مات موته شنيعه جدا ادي الموته بتاعت انس. وانتهى البدعه بتاعت انس بس قعدت 50 سنه الازيال بتاعتها موجوده في العالم وبعد كده خفت قوي وبعدين رجعت ظهرت بقى في القرن ال 18 في شكل شهود يهوه دول. طيب احنا نكتفي لغايه كده بقى ونشكر الله على كده ما احنا خلصنا المجمع بتاع الاخر اتفضل. لا ده هم 11 وفي ثلاث ايات تانيين يعني بس ثانويين يعني مش مرتوب عليهم يعني معروف ربنا. طيب اتفضل نقول امان الله.